بكم مجددا بموضوعات SQL عامة. اليوم سنتحدث عن كيفية التمييز استخدام الـ Square Brackets، هذه اسمها Square Brackets يعني أقواس مربعة، وكيف يمكننا التمييز بينها وبين استخدام الـ Parentheses. الـ Parentheses هي الأقواس العادية التي نعرفها، فمتى نستخدم هذا ومتى نستخدم هذا؟ فإذا هذا هو موضوع هذا الفيديو. فإذا بداية سنبدأ حول متى سنستخدم هذا بداية، ما رأيكم؟ فدعونا نتحدث عن الـ Square Brackets. فإذا الـ Square Brackets عادة، يتم استخدامها بمايكروسوفت SQL. طبعا أنا شرحت ذلك بوقت سابق، سأعيد شرحه إذا كنت لأول مرة تشاهد هذه الموضوعات، موضوعات SQL عامة. فبكل بساطة لدينا نحن SQL كلغة، هذه اللغة هي بكل بساطة لغة استعلام تستخدم في قواعد بيانات، وهذه SQL نفسها لديها قواعد، لديها أوامر، هذه التي تدرسها أنت في الجامعة أو تدرسها بشكل أساسي. لكن فعلياً على أرض الواقع عندما تأتي وتستخدم SQL ستستخدم أحد برامج SQL أو أنظمة SQL لإدارة البيانات. فهناك شيء اسمه MySQL وهو برنامج إدارة البيانات باستخدام لغة SQL. لدينا PostgreSQL وأيضاً لدينا SQL Lite ولدينا Microsoft SQL. طبعاً Microsoft SQL وكل واحدة من هذا تقوم بالتعديل على أوامر اللغة أو استخدام هذه اللغة بشكل ما يناسبها ويناسب برمجيتها. فبالتالي نجد أن هنالك أمور تستخدم بمايسيكوال لا تستخدم ببوستر SQL، أو تستخدم هنا ولا تدعمها SQL Lite، أو تستخدم هنا ولا تدعمها MC أو MS أو مايكروسوفت SQL، أو موجودة هنا وليست موجودة في الأماكن الأخرى. فإذا هذا الشيء ستجده كثيرا. فبالنسبة لـ Square Brackets هي فقط تستخدم بمايكروسوفت SQL. طبعا لا يمكنني الآن أن أوضح تطبيق كيف يتم تطبيقها بشكل عملي، لأن ليس لدي الآن خدمة مايكروسوفت SQL حتى أريكم كيف تعمل، لكن سأعطيكم مثال. بكل بساطة إذا أردنا مثلا، لدينا مثلا دعونا نقول اسم جدول بقاعة البيانات، اسم هذا الجدول مثلا اسمه student details، هكذا اسمه مع فراغات students details، فإذا يوجد فراغ هنا space. فكيف يمكن أن أعبر عن هذا الجدول أو أقوم بكويري لهذا الجدول بـ MS SQL أو Microsoft SQL؟ بكل بساطة أضع square brackets حول هذا الاسم. نفس الشيء لو كان لدي جدول اسمه first name، فهنالك هنا فراغ، فكيف يمكنني أن أقوم بكويري لهذا الكولوم؟ فبكل بساطة أقوم بوضع square brackets حوله. فمثل هي هذه square brackets مثل أن أستخدم double quotation بالأنظمة الأخرى، بأنظمة SQL الأخرى، مثل نظام مثل SQL Lite أو مثل الباكتك، استخدام الباكتك، هكذا first name، مثل استخدام الباكتك بالنظام MySQL. فهي بكل بساطة ماذا هي هذه Square Brackets؟ هذه بكل بساطة عبارة عن يسمونها ديلاميتر أو معرف يساعدنا على معرفة متى بدأ اسم هذا ومتى انتهى. فإذا هو الاسم هذا الجدول بدأ هنا وانتهى هنا، وخصوصا يوجد فراغ، فنحن كيف مرة أخرى في حالة وجود فراغ مثلا أو وجود كاركتر معينة هنا، فكيف يمكن أن نعرف أن فعليا هذا هو اسم جدول أم كاركتر خاصة بSQL أو شيء كهذا؟ فماذا نفعل؟ نحيطها بSquare Brackets. مرة أخرى هذا الموضوع فقط موجود بمايكروسوفت SQL. ستجد وترى هذه الSquare Brackets التي تعني أو التي تساعدنا على تعريف أو وضع أسماء الجداول وأسماء الأعمدة، وخصوصا إذا كان فيها فراغ أو كان فيها كاركتر يعني خاصة. بالنسبة لـ MySQL، فمن المفضل هنا بخصوص أسماء الأعمدة والجداول
أنك لا تضع فراغات. لماذا الفراغ؟ فإذا لا تضع فراغ، بكل بساطة إذا كان لديك مثلا اسم جدول student details ففقط سميه student إلى آخره، وثم الداش وثم details، هذا اسم جدول جيد. أما بالنسبة للكولوم فيمكنك بدلا أن تكتب first وثم فراغ name أن تكتب مثلا first small letter والحرف الثاني يكون name بهذا الشكل. طبعا أنا أعتذر عن الكتابة والخط كيف يبدو، مع الوقت سيتم تحسين ذلك، لا يمكنني التحكم بالقلم كثيرا حتى أكتب بشكل يعني جيد. فإذا الآن ننتقل للموضوع رقم 2، أين أستخدم البرنتيسيز؟ فالآن بموضوع البرنتيسيز، هذه هي البرنتيسيز، لاحظوا هكذا هكذا يكون شكلها، أقواس عادية. الآن سنتعلم كيف يمكن أن نستخدم بموضوع البرنتيسيز. فعليا يوجد لدينا استخدامين، وكما اعتدنا على الموضوع نذهب إلى روابط بصندوق الوصف. فإذا أول استخدام للبرنتيسيز هو موضوع الجروبينج، والآن سنرى ماذا يعني ذلك. فبكل بساطة أنا قمت بإنشاء جدول، وكالعادة أنتم تعرفون ليس مهم أن نفهم ماذا كتب هنا، لكن مهم أن نفهم نوعا ما ماذا يكتب في هذا القسم من الصفحة. فإذا هنا بكل بساطة أنا أنشأت جدول، هذا الجدول اسمه الأوردرز أو الطلبات، يعني يبدو جدول بمتجر إلكتروني. وهنا لدينا المعرف الجدول، لدينا معرف الطلب، يعني لدينا الID معرف المنتج، كم عدد الكمية هذا المنتج لدينا، وكم سعر الواحد من هذا المنتج. وهنا قمت بإدخال أشياء، فقمت بإدخال قيود عادية جدا، وطبعا هنا هذا سأحذفه من هنا لأن الكويري سنضعه في هذا القسم من الصفحة. فبكل بساطة سأخذ هذا الذي كتبته هنا وأريكم الأشياء الموجودة بهذا الجدول. فإذا هنا لدينا select query، فإذا select all from orders، فإذا لي run هذا الكويري لنرى النتيجة. فإذا سنجد أن فعليا لدينا هنا ال order ID، المعرف الطلب، لدينا المنتج الذي تم شراؤه، العدد عدد الكمية التي تم شراؤها، وسعر الواحدة بهذا الشكل. جيد. طيب لدينا هنا طلبات، كل طلب تم طلب منتج معين بعدد معين. فمثلا دعونا نقول مثلا هذا المنتج هو عبارة عن قلم، مثلا تم شراء 5 أقلام، سعر القلم الواحد 10.5، فكم سعر الذي تم دفعه فعليا بهذا الطلب؟ فيمكنك أن تفكر الكوانتيتي ضرب سعر الواحدة، يعني 5 ضرب 10.5 كم الناتج. هذا هو هذه هي التوتال كوست أو التكلفة الكلية التي تم دفعها بهذا الطلب. فإذا أردت فعليا أن أكتب هذا، بكل بساطة سأكتب select order ID، جيد، وأيضا select مثلا الكوانتيتي، وأيضا select unit price، وسأقوم بسلكت لهذا from اسم الجدول orders. فإذا الآن run، طبعا أنا فقط خصصت جملة select فقط الorder ID، وقمت ب لم أعرض الproduct ID فقط، هذا الشيء الذي فعلته هنا. لكن ماذا لو أردت إضافة هنا عمود آخر اسمه total cost الذي فيه quantity مضروبة بالunit price؟ فيمكن أن أضيف ذلك بكل بساطة، فأكتب هنا كوما، ويمكن أن أسميه هذا مثلا هكذا، أسميه total cost هكذا. لكن هذا total cost ما هو؟ يعني ما الشيء الموجود فيه؟ سيكون فيه الـ quantity ضرب الـ unit price. لكن هنا في هذه الحالة يعني كيف طبعا هنا يجب أن أسمي هذا العمود، بأعطيه اسم بديل، سأكتب as تعطي alias أو اسم بديل أو اسم لهذا العمود. فإذا لكن كيف يمكنني أن أقوم بالتحديد هذه الجملة، أن هذه الجملة فعليا هي التوتال كوست؟ فبكل بساطة أضعها ضمن parentheses، فهذا اسمه grouping، لأنني أقوم بجمع جمع، ليس بمعنى جمع الرياضيات، جمع هنا بمعنى يعني وضع العناصر معا بهذا الشكل، حتى أرى أن هذا total cost يساوي quantity مضروبة باليونت برايس. فرن
هنالك خطأ، يقول أنا لا يوجد unknown column اسمه quantity لأنني أنا كتبتها بشكل خاطئ. فإذا كوان نسيت حرف T هنا، فإذا مرة أخرى run. فإذا لاحظوا هنا جاءني الجواب، فبكل بساطة هذا الأوردر الأول تم شراء مثلا مرة أخرى 5 أقلام على سبيل المثال، سعر الواحد 10.5، فالتوتال كوست هي الضرب هذا مع ضرب هذا، يعني ضرب الكوانتيتي ضرب اليونت برايس، فيأتيني التوتال كوست. فعمل البرنتيسيز هنا كان فقط عملية جروبينج لهذه العناصر للكوانتيتي ضرب اليونت برايس. هل يا ترى لو مسحت أنا البرنتيسيز هل سيكون هنالك خطأ؟ فإذا لنرى لنجرب ونتعلم مع التجربة. فإذا ران طبعا لم يكن هنالك خطأ فعليا، لكن أنت مثلا تحاول مرة أخرى أن تكون مرتب ومنظم بهذه الطريقة. أحيانا عدم كتابة البرنتيسيز أو كتابتها بشكل خاطئ فتعطي نتيجة خاطئة، نتيجة غير صحيحة. فبالتالي بهذه الحالة مثلا لو أردت مثلا هنا أن أكتب هنا مثلا ناقص مثلا 10 مثلا أو 20، فإذا كيف سيكون النتيجة ران؟ فإذا لاحظوا قام بتنقيص 20 من هنا، لكن ماذا لو أردت مثلا هنا الموضوع أنني أريد اليونت برايس أن أخصم منه 20 وليس الناتج الضرب؟ فبكل بساطة إذا أردت أن هذه كتاب ستكون كتابة الأقواس بهذا الشكل كتابة خاطئة، فعلي أن أقوم بتغييرها. فبكل بساطة علي أن أكتب هنا أغير الأقواس، فأكتب هنا اليونت برايس ناقص 20 مضروبة بالكوانتيتي. يمكن الآن أن أحذف هذه البرنتيسيس أو أضيفها هنا في النهاية، لا مشكلة. فإذا الآن مرة أخرى run، فإذا لاحظوا الشيء الذي حدث، اليونت برايس سعرها 10.5 قام ب يعني سحب منها 20، وبالتالي أصبح الإجابة هنا بالسالب، وثم تم ضربها بالخمسة فأصبح هنا الجواب بالسالب كما تلاحظون. فتغيير البرنتيسيز هنا تم تغيير العملية الحسابية من خلالها أيضا، فإذا أو الناتج الذي نريد. فإذا هنا هذه الأقواس تساعدنا بكل بساطة على التحكم بترتيب الترتيب العمليات التي نريد إجرائها على هذا الكويري. فبالبداية أردنا الضرب ثم إنشاء خصم مقداره 20، لكن الآن قمنا بخصم سعر اليونت الواحدة وثم قمنا بالضرب بالكوانتيتي. فإذا غيرنا ترتيب العمليات والأقواس ساعدتنا بذلك في هذا المثال. هنا يوجد لدينا مثال آخر عن استخدام الأقواس في أوامر SQL أو البرنتيسيز، والاستخدام هنا هو عبارة عن يعني استدعاء function معين. ففي SQL يوجد function اسمه count، هذا count يقوم بعد القيود، وأنت يمكن أن تحدد شرط القيود التي تريد عدها باستخدام where clause. فالآن سنرى كيف يتم ذلك. فبكل بساطة أنا قمت كالعادة تذهب إلى صندوق الوصف وتقرأ يعني المثال الثاني هنا، سأقوم الآن بحفظه. فإذا سأقوم برن وثم سنقوم بأبديت له أعتقد. فإذا المهم بالنسبة لهذا المثال قم بإنشاء جدول اسمه أيضا الطلبات، لكن فيه أشياء مختلفة عن الجدول الطلبات الآخر، ففيه معرف الطلب، فيه تاريخ الطلب، فيه اسم المنتج الذي تم شراؤه من خلال هذا الطلب، فيه العدد كم تم شراء مثلا قلم، كم قلم وسعر القلم الواحد، ثم أدخلت قيود هنا. فإذا بداية دعوني أخذ هذا ونقوم بكتابة شيء آخر هنا، مثلا select all يعني كل الأعمدة from اسم الجدول أعتقد orders، والآن run. فإذا سيقول هنالك خطأ لأن اسم الجدول orders، نعم كتبت select خطأ، لا أعرف لماذا أكتب select خطأ. فإذا الآن لنرى، فإذا لاحظوا، فإذا لدينا المعرف الطلب، لدينا تاريخ الطلب، لدينا اسم المنتج، لدينا عدد الذي تم شراءه بالطلب، واليونت سعر اليونت سعر الواحد. فمثلا أنا أريد أن يتم عد الطلبات بتاريخ معين، يعني عد الطلبات مثلا من شهر 1 لشهر 6. سنجد أن هنا لدينا طلبات تم طلبها بشهر 6 7 8 2 1. أنا أريد فقط الطلبات التي تم فعليا طلبها من 1 لشهر 6. فبكل بساطة يمكن أن أكتب هذا الأمر هنا الذي هو يقول select count
لأن count هي تقوم بعد القيود، وثم استخدمت as كالياس كاسم بديل لاسم الجدول، وثم from اسم الجدول الذي أريد، عفوا اسم العمود، الياس لاسم العمود وليس لاسم الجدول، اسم العمود أو الكولوم، ثم from اسم الجدول، وهنا حددت الفترة الزمنية. فأنا أريد أن يكون التاريخ أقل أكبر يعني بعد شهر واحد وأقل من شهر ستة. فإذا قمت أنا برن هذا الكويري هنا سنجد النتيجة سيقول ثلاثة. وفعليا إذا قمت أنا بمرة أخرى، إذا قمت أنا بكتابة select كل الأعمدة from orders ورن، فبكل بساطة سأجد فعليا أن لدي هذا طلب بشهر واحد، هذا طلب بشهر اثنين، وهذا طلب بشهر ستة، يعني لدي فعليا ثلاثة طلبات حصلت ما بين شهر واحد وشهر ستة. فالآن بموضوع موضوعنا هو كيف، عفوا، موضوعنا هو كيف أنا أستخدم الأقواس. فإذا هنا استخدمت هذا الأقواس للكاونتس، لعد هذه القيود التي تندرج تحت شرط معين أنا حددته بعبارة where أو where close. وبالنسبة لهذا الكاونت فهو عبارة عن function يقوم بالعد. فعند استخدام مثل هذه الفانكشنز أو هذه الاقترانات أو هذه الدوال بـ SQL فنحن نستخدم الأقواس. واضح؟ فإذا هذا كله لهذا الفيديو. أنا أعرف أن هذا فيديو طويل، لكن كان الغاية منه التوضيح أين نستخدم square brackets وأين نستخدم الأقواس بـ SQL. شكرا لمتابعتكم ومع السلامة.